تعتبر حديقة مازورين من أهم المعالم السياحية بمدينة مراكش. توجد حديقة مازورين في قلب المدينة، يعود سبب تسمية حديقة ماجوري للمهندس والرسام جاك ماجوري الذي صممها وأبدع فيها وأنشأها سنة 1934. تمتد الحديقة على مساحة 9000 متر مربع. أما عن اللون الناصع الذي اشتهرت به الحديقة، فقد استخدم ماجوري لونه المفضل لطلاء المباني المنتشرة حول مكان الإقامة باللون الأزرق الزهري الذي يحمل اسم أزرق ماجوري. هذه الألوان الزاهية التي تثير الانتباه. إطلالة من زاوية أخرى على مكان الإقامة وهذا اللون الجميل. هناك ألوان أخرى في الحديقة كالأصفر والأخضر. تم استغلال الإقامة لإنشاء متاحف كمتحف بيير بيرجي والمتحف الأمازيغي. الحديقة محاطة بجدران خارجية. تعتبر حديقة ماجوري من أكثر الأماكن سحرا، وينقلك التجول بالحديقة عبر تشكيلة من المسارات متنوعة وممرات مفتوحة على مشاهد رائعة، خاصة أحواض الماء الأول تعيش فيه أسماك ملونة. الحوض الثاني من المياه في حديقة ماجوري فيه تنمو النباتات المائية كالزنبق المائي. قام ماجوري خلال 40 سنة بزراعة 135 نوعا من النباتات، والتي تم جلبها من القارات الخمس. هنا اجتمعت كل أنواع الصبع دائرية الشكل طويلة، وهي شوكية الأوراق. فضاء خاص بنبتة الصبار بمختلف الأنواع، وهي النبتة التي تتكيف مع المناخ القاحل
تم إحصاء أكثر من 1500 نوع من الصبار. وهو النبات الذي يخزن كميات كبيرة من المياه. الخيزران من النباتات الزهرية التي تنتمي لعائلة النجيليات دائمة الخضرة، ينمو على ارتفاعات مختلفة وفي ظروف مناخية متعددة، ويعتبر الأسرع نموا في العالم. النخيل مختلف أنواع الأشجار هنا بطول مختلف، دائما في فضاء النخيل، وهذه المشاهد الممتعة على الشجرة المباركة. نسمع تغريد الطيور في هذه الحديقة المزينة بطريقة هندسة الحدائق. أجواء رائعة في فيلا وازيس قرب حديقة ماجورال. هنا فعلا مكان للمتعة وللاسترخاء داخل أجواء خضراء وألوان صفراء وزرقاء. فيلا وازيس وتظهر هناك في الأمام. يا له من مشهد رائع. فيلا وازيس التي كان يقطن فيها ياف سان لورون بعد وفاة ماجوريل، اشترى هذه الحديقة وزينها بطريقة هندسة الحدائق. دائما نحن داخل الفيلا وتظهر المباني هناك داخل حديقة ماجوريل مزينة بهذه الأحواض المائية، ودائما الطلاء الأزرق. يا سلام على المشهد. هندسة الحدائق فعلا في فيلا وازيس. لازلنا نتجول في فيلا ياف سان لورون. استمتعنا كثيرا في هذه الحديقة الرائعة، حديقة ماجوريل. كثرة الزوار الأجانب خاصة داخل هذا الفضاء المزين بشكل رائع، كمية نوع من النباتات.
ومسارات متنوعة تمكن الزائر من المشي والانتقال من فضاء إلى آخر.